بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 38 بعد 200. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله في معرض أن الإنسان لا ينتمي في معرض أن الإنسان لا يتمنى الابتلاء، بل عليه أن يسأل الله العافية، وأن عليه إذا ابتلي أن يصبر. قال رحمه الله: كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم، كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الله عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية، أو يقدم على بلد فيه طاعون، كما ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء، فيبخل بالوفاء، كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا ينكل، حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. قد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى قوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك الآية. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح،
به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس أئمة وقادة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد. وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي. فالضلال العلم، فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب، على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. قال عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك. وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلازل، كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزال في القلوب. وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب، وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وهو من توابع المحبة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. ومن النوع الأول ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما قسم الله له. وأما المنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها، كما لا تشرع محبتها. وقال قوم: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد، وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، قد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.